مصر وكما قال مصدر دبلوماسي تم اختيار مصر بإجماع آراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودون أي اعتراض في مجلس الأمن الدولي لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في يناير 2016. المصدر كمان أشار في تصريحات صحفية إلى أنه، وخليني هنا أنا مش عايز أقول لحضراتكم مصدر دبلوماسي بس، إنما كمان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد ده عشان ما نبقاش بنقول لحضراتكم مصدر، لأنه قصة إنه في مصدر بيقول وهو مجاهل مش عارفينه ساعات بيبقى مشكوك في أمرها، إنما المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد ده فعلا إنه مصر تم اختيارها لرئاسة ثلاث لجان الحقيقة: لجنة مكافحة الإرهاب، لجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. سيادة المستشار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير استاذ رامي، أهلا بحضرتك. يعني يا ريت حضرتك تقول لنا تفاصيل أكتر عن ترشيح مصر للثلاث لجان دول، وهل ده كما وصفه البعض وتحديدا فيما يخص لجنة الإرهاب معناه إنه ده اعتراف من مجلس الأمن وأعضائه بالمجهود اللي بتبذله مصر على مدار وما زالت على مدار الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب؟ يعني هو بالتأكيد حينما يتم إسناد رئاسة ثلاث لجان لمصر وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن من ضمن 18 لجنة، فده بيعكس ثقة المجلس في مصر وفي قدرتها على الاطلاع بمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن وفي الاطلاع بمسؤوليات تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة. لجنة مكافحة الإرهاب تعتبر من أهم اللجان في أعمال مجلس الأمن لأنها لجنة مستقلة ولها هيكلها الإداري ولها ميزانيتها الخاصة، وتعتبر من أكثر اللجان أهمية من حيث الجوانب الموضوعية التي تطلع بها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. تمام. تلك اللجنة بالتأكيد بتعنى بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن المعني بمكافحة الإرهاب 1373، وهو قرار حدد مسؤوليات والتزامات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بتمويل الإرهاب ومسؤوليات الدول والتزامات الدول في هذا الشأن وإيواء الإرهابيين وكافة الالتزامات المرتبطة بمكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بأنها تقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن ترتبط بتنفيذ تلك الالتزامات، ومن ضمنها تبادل المعلومات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية وما يتوفر من معلومات استخباراتية وخلافه. يعني هل برئاسة مصر لهذه اللجنة بدءا من يناير 2016 ده معناها انه يعني هيكون ايه دورها بالضبط من خلال اللجنة دي؟ هل بيبقى يعني فيه اتفضل يا فندم. هو رئاسة اللجنة اولا اللجان دي بتبقى مفتوحة للعضوية الدائمة بمجلس الأمن، يعني 15 عضو من اعضاء المجلس الأمن هم اعضاء في هذه اللجنة. رئيس اللجنة دوره بيبقى المخاطبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام فيما يتعلق بالتزاماتهم، تلقي التقارير الدورية من الدول الأعضاء، إدارة عمل اللجنة، لأن هذه اللجنة بتأخذ قراراتها بتوافق الآراء ليس بالتصويت، وبالتالي بتطلع بدور هام في تقريب وجهات النظر وإدارة المناقشات وإدارة الحوار حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن. أيضا بتطلع بدور في تلقي التقارير الخاصة بلجنة الخبراء التي المنبثقة عن عمل اللجنة اللي بتطلع بدورها في مراقبة التزام الدور الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ تلك القرارات. فهي دور إداري، دور إشرافي، وفي نفس الوقت دور الرئاسة بحكم مخاطبة الأمم المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بشكل عام فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتهم وفقا لقرار مجلس الأمن. هل يعني ايه المعايير اللي على اساسها بيتم اختيار الدوله اللي هتترأس هذه الدوله؟ هل الموضوع له علاقه بمصر ومواجهتها للارهاب خلال الفتره الماضيه واللي ما زلنا الى الان بنواجهه؟ ولا ما نقدرش نقول ان ده معيار؟ بشكل غير مباشر، يعني مصر اعربت عن رغبتها في رئاسه تلك اللجنه. اولا لابد من موافقه، هناك اعراف معينه داخل مجلس الامن، داخل اسلوب عمل مجلس الامن، لابد من موافقه الاعضاء الدائمين بمجلس الامن على
ترشيح دولة معينة، ثم بعد ذلك يتم إجراء مشاورات بين أعضاء المجلس لاختيار الدولة المرشحة لهذه العضوية. مفيش شك أن حينما تطلب مصر رئاسة تلك اللجنة، ومصر في مقدمة الدول المعنية بمكافحة الإرهاب ولها رؤية كاملة في هذا الموضوع، بيكون هذا بيحسب في رصيد مصر أنها دولة لها خبرة في هذا المجال ولها اهتمام خاص بموضوع مكافحة الإرهاب. ما في شك ده بيؤخذ في الاعتبار من جانب الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأعضاء غير الدائمين. طب عفوا سيد المستشار، برضو عايز أعرف من حضرتك مين الدول اللي كانت أيضا طالبة أو مرشحة نفسها لرئاسة هذه اللجنة؟ يعني هو كان في توافق عام في النهاية على ترشيح مصر، يعني ما نقدرش نعرف بالتحديد مين الدول الأخرى، ولكن البعثة الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة قامت بمشاورات عديدة خلف الأبواب لدعم ولضمان الدعم الكافي للترشيح المصري، وده تطلب اتصالات على مستوى العواصم وتطلب اتصالات على مستوى الأمم المتحدة مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لضمان التأييد الكافي لمصر في هذا المجال. ومفيش شك حينما يتم إسناد تلك المهمة لمصر فده برضو اعتراف من أعضاء مجلس الأمن ومن الأعضاء الدائمين بأن مصر دولة قادرة على الاطلاع بمسؤوليتها في هذا الموضوع وهذا المجال، ولها حرص شديد واهتمام بتنفيذ قرار مجلس الأمن في هذا الشأن. وأخيرا بعد هذا بعد اختيار مصر، يعني لأي مدى ده ممكن يكون ليه تأثير على دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي؟ بالتأكيد عضوية أو رئاسة مصر لهذه اللجنة بيتيح لها الفرصة في طرح أفكارها وطرح رؤيتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. يعني ما في شك انه احنا هنا بنتكلم عن التزامات دولية والتزامات تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الامن، ويعني مصر هنا لا تعبر فقط عن موقفها ولكن تعبر عن العضوية الدائمة في الامم المتحدة وتعبر عن شرعية قرارات مجلس الامن بشكل عام. ولكن ما في شك ان هناك فرصة متاحة للوفد المصري لطرح رؤيته وطرح افكاره ومقترحاته في هذا الشأن. وأنا بس عايز ألفت النظر برضو إلى اللجنتين الأخرين، لأنه اللجنتين الأخرين على قدر كبير من الأهمية أيضا. أولا العقوبات على الكونغو الديمقراطية، الكونغو الديمقراطية دولة من دول حوض النيل ودولة في أفريقيا، وما في شك أن رئاسة مصر لهذه اللجنة بيؤكد أيضا انتماء مصر الإفريقي وحرصها على تعزيز ودعم الأمن والسلم في أفريقيا، بالإضافة إلى لجنة العقوبات الخاصة بالعراق، ويؤكد أيضا على عروبة مصر والتزامها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة العربية. بالطبع بالطبع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.